احنا حددناه قلنا 26 اخر يوم لسحب الاستمارات وكذا، فهو بالنسبه لنا يعني اول يوم لنتلقى فيه يعني ملفات المرشحين. وذلك نظرا لمتطلبات التطبيق الآلية التي ستسمح لنا بدراسة الملف، أي إعداد ومعالجة البطاقات المملوءة من طرف المرشحين، وهي كما تعلمون بأعداد مرتفعة جدا، يعني بالمجموع رانا 10 ملايين اللي سحبوها يعني كف المترشحين. احنا مش ننتظر يكون يعني كل الذين سحبوا يعني البطاقات سيقدمون ملفاتهم، ولكن بدون شك العدد اللي تلقى لحد اليوم فهو 6 مترشحين اللي طلبوا المواعيد يسحب الاستمارة. قلت لك هذه أجال قانونية، ما يمكنش لأي إنسان باش باستطاعته يمدد فيها ولا ينقص فيها. قمنا يعني بمرحلتين لمراجعة القوائم. المرحلة الاستثنائية اللي جات مباشرة بعد صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ودامت 15 يوم. هذه الأعداد المسجلين فيها كانت 156600 في 15 يوم. في, 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 في الفترة التي قررتها ومدتها 6 ايام كما تعلمون، يعني من 12 من السبت الى الخميس. عدد المسجلين فيها 128000، يعني معناتها 284600 مسجل جديد بين الفترتين، يعني الفترة 5 ايام والفترة. لكن الملاحظ ان في فتره 5 ايام هذه عدد يعني لا 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 المسجلين يفوق عدد المسجلين في 15 يوم الاولى، ويفوق ب 25%. التشطيبات كانت 40000 تشطيبه بسبب الوفاه في الفتره تاع الاستثنائيه، و 12600 في بالنسبه للفتره الاضافيه.